عليكم لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي سوكيد لايف. معكم سكينه. كنبغي نشكركم على لي كومونتير اللي كتخليو ليا دائما في القناه، كيبينوا على الشخصيه ديالكم. انا كنشكركم من هذا المنبر، وكنتمنى نكون عند الحسن الظن ديالكم، وان شاء الله انتظروا مني ديما جديد اللي كنعرفها واللي ما كنعرفهاش نتعلمها على قبلكم. المهم ما غاديش نطول عليكم. قبل ما غادي نبدا، ما تنساوش انكم تنزلوا تابونا في لاشين اللي مازال ما تابونا، وبالنسبه اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يدخل عندي الانستغرام، ها هو خليته لكم هنايا. ما تنساوش اللايك، بهكا كتشجعوني انني نزيد ونعطي ان شاء الله المزيد. يلا اليوم جيتكم بوصفه جديده، اكله مغربيه عزيزه على المهم انا عزيزه على الدار كامله، كيحماقوا عليها. الكعاوي. نخليكم مع تقريبا زدت معاه طريف ديال اللحم. بالنسبه للناس اللي ما كياكلوش الكعاوي راه ممكن ديري معاها اللحم. المهم اول حاجه غادي نديرو البصله هنايا، جوج بصلات مقرضاهم مربعات صغار. تكون مقطعة رقيقة ولا في هذيك الطحانة ديال البصلة. كنضيفو الكعاوي اللي عندنا، كتجي لذيذة، جربوها وما غاديش ندموا. اللي جربها يصورها ويصيفطها لي في الانستغرام، كتجي معلكه، كتجي معتبره. كنضيفو عليها التوابل اللي عندنا. عندنا سكينجبير، تحميره، البزار، خرقوم بلدي. ناخذ مليحه القياس، يعني كل واحد وقياسه.
وضامه ديال الزعفران ديال البنه، ضامه ديال الزعفران ديال البنه كنكونوا مذوبينها شويه الماء، كنديروها الفوق هنايا. وقزبر ومعدنوس رابطينو على هذا الشكل، كنحطوه هنايا. كناخذوا ورقه ديال سيدنا موسى، شو سميتو ورقه؟ هو ورق الرند. الرند، ورق الرند. وعود ديال القرفه، ممكن نحاول نمشي معاكم خطوه بخطوه غير بشويه باش اللي يلا كيتعلم يعني يتبع الخطوات اللي درتو داكشي باش تجي معلكه. هذا السمن اللي حطيت دابا غير شويه، تقريبا معلقه صغيره، تقريبا ما عمرهاش. وهذه الثومه جوج دروس، بالنسبه للزيت ما غاديش نديرو دابا، هو الزبيب. بالنسبه للزيت هنايا دايره نص ديال الكاس فيه زيت المائده وزيت الزيتون، نزيدو دابا حتى يشد ليا شويه اللون، وغادا نزيدو من الفوق. خليكم معايا. من بعد ما شد اللحم اللون غادي نزيدو عليه الزيت بحال هكا. السر زعما باش كيطيب هذا اللحم يعني كنحاول اننا ما نزيدوش عليه الماء، يعني هذيك البصله كتطلق الماء ديالها وداك اللحم كيطلق الماء ديالها، يعني هنايا فين كيكون السر ديال الطياب. وهذا من اللي درنا الزيت غادي نضيفو دابا الماء باش غادي الجهد فين غادي تطيب ونسدو عليها. اين فوا غادي نحلو عليها باش غادي تطيب، غادي نحلو عليها باش تبدا تشرب. غادي نخويو هذاك الزبيب العنب الجاف اللي وريتكم، غادي نكون ديجا صفيتو وغادي نزيدو باش غادي يطيب معاه. المهم غادي نخليكم معايا باش غادي نوريكم كيفاش غادي ندير. دابا غادي نسدو عليها ونتلاقاو من بعد. ها هو الماء غادي نزيدو، كنزيدو غير الجناب ماشي فوق اللحم باش دابا غادي نسدو عليها. اليوم حاولت انني نقدم لكم مع الطبق الرئيسي اللي هو الكعاوي، بغيت نقدم لكم تحليه شرقيه، يعني بزاف الناس كيعرفوها ولكن انا بغيت نشاركها معكم. كتجي زوينه ولذيذه وعلى الطريقه ديالي انا. كنحتاجوا فيها، راه ديجا شفتوا المقادير ولكن كنحاول انني نعوضهم معكم. فيها اطرو ديال الحليب، اربعه المعالق ديال نشا الذره مايزينا، ما زهر باش كنسموها، وربعة المعالق ديال السكر سنيده. وبالنسبه للوز راه ديجا غير اللي تزيين ديجا سلقته وقليته، ومازال غدا نطحنو شويه غير نهرمشو باش غدا نديكوري به. ممكن ديروا اي حاجه عندكم ديكوريو بها، انايا دابا غنستعمل غير اللوز. خليكم معايا نوريكم كيفاش عندنا اطره ديال الحليب هنايا، نضيفو عليه مايزينا اللي عندنا اولا نشا الذره، عندنا ربعة المعالق، ربعة المعالق يكونوا عامرين، وربعة المعالق كبار ديال السنيده. عاوتاني اللي ما كيبغيش حلاوه ممكن ينقص، وكاين اللي كيبغي تكون حلوه يزيد على حسب الذوق.
كنخلطو. ممكن المهم هنايا بالنسبه للنسمه غادي نستعمل ما الزهر، ممكن تنسمو بالفاني ولا بزهره البرتقال، اي حاجه كتعجبكم النسمه ديالها. غادي نبقاو نخلطو هكايا وغادي نديروها فوق من النار حتى تبقى غاده وكتعقد لينا شويه ونطفيو عليها. وهي المهلبيه ديالنا كطيب، غادي نبقاو نحركو فيها غير باش ما تعقدش لينا، على نار شويه هادئه. اي فوا غادي تبدا تعقد غادي نطفيو عليها. كيف ما شفتوا في سينيماتيك كي كتبان معلكة، كتبان معطلة هكايا زوينة كتجي معلكة. مهلبية ذوقتها بعداك اللوز اللي قليت هرمشتو ودرتو هكايا. المهم غادي ندوق معاكم دابا الطبق الرئيسي اللي هو الكعاوي. بسم الله غادي نغلاض انا في هذا اليوتيوب مع الذوق. كتجي فنة، الله يعطيني الصحة. شكرا راسو بعد من هنا. ندوقو دابا من اللبية. بسم الله. جاكم الجوع؟ جاكم الجوع؟ إيوا راه سخنة. هاهي من اللبية كتجي لذيذة. صراحه جاو زوينين مريقه فنه، يعني جربوها وغادي تردوا عليا ان شاء الله. مهلبيه هي كتحمق. بالنسبه للعصير اللي درت اليوم غير ديال الليمون والفريز. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم والاكله اللي قدمت لكم تكون عجباتكم. اللي كتوحم سمحي لي بزاف، مرحبا بك جا عندي ونوكلك على راسي وعينيا. كنبغي نشكر كاع المغاربه خارج الوطن وداخل ارض الوطن، وكنشكر خوتنا اللي في الجزائر بزاف بزاف بزاف، والعالم العربي كله. صراحه كيجوني ميساجات زوينين في الانستغرام وحتى لي كومونتير فنين بحالكم. وبيزو ليكم اخوتي خواتاتي مواتي كلكم كنحماق عليكم. ما تنساوش تابوناو هنايا، اللي مازال ما تابونا عندي تابونا، وما تنساوش دخلوا عندي الانستغرام انا نخلي لكم هنايا، تما كنحاول نجاوبهم. راه كيوصلوني بزاف ديال لي ميساج، ما تقلقوش مني اللي ما كنجاوبوش راه غير حيت ما كنشوفش ميساج ديالو، ولكن راه كنحاول نجاوب كلشي. ها هو الانستغرام هنايا. وما تنساوش اللايك لايك لايك لايك، قالتها لكم ماما الحاجه. يلا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء. يزو. مهم جدا وجودك في تفاصيلي، مهم جدا باغاني ومواويلي، وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي، تفز الروح لك لما تناديلي.